عسلامة، شنحوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بكلكم بخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذايا كما العادة وكما عودكم فيديو متنوش هكايا، في خرجة هكايا خرجت نعمل في دورة اخر ايامات الصلت حسين قتلتهم سنين الايامات ونخرج هكا ما فلتش حتى سوق ما فلتش حتى خرجة، وخرجة زادة مع صاحبتي وقهوة هكايا، ولازم الدوليشة محلاه هيك نهار تبعد على الدار وتبعد على ستريس وعلى الكوجينة والكل. حسين فتقنا مواهبنا على الاخر، نهير يعمل الكيف. حبيت نشارك معاكم بحكم انتم اطلبتوا مني ابتسام، كثرنا من روتينات وكثرنا محلاها البلاصه اللي تسكن فيها ياسر مزيانه، نحبوا يعني تشارك معنا الحاجات تشريهم الكل. سينو زيدا كي روحت للدار عملت تارت بالريغوتا والسبناخ، حبيت نشاركها معاكم حاجه فيسه فيسه خفلف يعني هيك والكل. وحب نقول لكم عايشكم على الناس اللي تشجع فيا واللي تعمل لي ديما في كومونتيرات والا ديما تعملوا لي في الجيم. بالحق يعني ميرسي ميرسي بوكو، كما تعرفوا قناتي مازلت صغيره والكل ومحتاجه بالحق تشجيعاتكم، وهيك هيك باش نكمل يعني نداوم ونواصل ونقعد ديما نشارك معاكم كل شيء، يعني سواء ماكله ولا تصنيف والا كما تراو هيك روتينات والحاجات اللي نعملهم والكل. هذه جولتي كما تراو البلاصه هذه ياسر مزيانه، بلاصه بعيد عليها شويه نمشي لها بالكهرباء. خرجت اني وصاحبتي حاسيلو سوق زاده كما العاده، كما نهار الاربعاء، كما الاربعاء اللي فات صورت معاكم سوق اللي بحذا داري، سينو الاربعاء هذه السوق بعيد عليها شويه بلاصه تعمل الكيف. وكما قلت لكم تو جو على الاخر على خاطر فما سولد يعني وتخفيضات وتبش الكل سولدي، كما تراو البوتيكات الكل مطيحين، السوق زاده مطيح. حاسيلو في الاخر هذوما الايامات الاخرانيين والكل يسو في جي يعني فيفري صاي يعني ديجا السولد يتنحى والكل، هكاك الواحد يبروفيتي ويخرج ويشري الحاجات اللي ناقصينه والكل. كما قلت لكم الفليسات اللي نستحفظوا فيه عليهم حاسيلو في العام الكل نصرفوهم في الاخر انفا، انا الحمد لله هيك الواحد يشري حاجات يبدو رخاص شويه واحنا ديما نبدلوا هيك والكل. الواحد هكايا ومنه زاد يتفرهد حاسيلو طقس سنه هبل، كما قلت لكم طقس ديجا يعمل الكيف. سنة ما ريناش الثلج جمله في البلاصه اللي نسكن فيها، ما جاناش ثلج، الدنيا ماهيش بارده برشا، بريسك يشبه شويه يعني الطقس نتاع تونس. سينا كي نخرج هيك مع الاصحاب والاحباب لازم القهوه حاسيلو، القهوه معروف على ايطاليا والكابوتشينو معروف عليهم حاسيلو، كل بار تتعدى من قدامه لازم ريحه القهوه تضربك ولازم القعده والركشه والضحكه هذيك لازم منها حاسيلو. هيك اخرجوا مع اصحابكم اتفردوا بروفيتي، والدنيا هذه راهي حتى شيء الدنيا فانيه، الضحكه اللي تضحكها يعني هذيك اللي تربحها، الخرجه اللي تخرج هذيك اللي تربحها، هذيك هي الدنيا يعني ضحكه ولعبه وكلمه ومحلاها يعني هيك الحياه، تكسير روتين وخرجه وجو هيك، خاصه احنا ما شاء الله يعني مع الصغار وخاصه احنا في الغربه والكل يلزمنا هيك نلقاو اصحابات وحبيبات ونخرج معاهم ونتفرهدوا، والواحد الدنيا دنيا تربي. حاسيلو هذه خرجتي كما تراو شويه شويه نصور هيك، نحشم كما قلت لكم كما لفيت نحشم باش نصور في السوق هيك ونوري كل شيء بدي تاي والكل. سيناره واحد للدار حبيت نوريكم الحاجات اللي شريتهم، حاجات فما حاجات بسات وحاجات تبشات زيت ياسر مزيانين، شخت عليهم هذه المرايه شخت عليها لقيتها بانه روكا ياسر مزيانه هكا بتاع حواجب، باش يعمل حواجب ولا حاجه هكا وزيد كوليرها ياسر شرهني باش ناخذها. سينو حاسيلو جاي رمضان تو والكوجينه، وتعرفوني اني مغرومه عاد بالحاجات هذوما، الطبليه نتاع الكوجينه ياسر شخت عليها فيها اللامي ياسر ياسر مزيانه حاسيلو هكا والكل، وحاجه مختلفه على اللي عندي وزيد الكوطون نتاعها عجبني على الاخر خذيتها حسيتها هكا مختلفه على اللي عندي، وسيرتو هكا كوطون والكل تعجبني يعني الكاليتي كوطون هكا الواحد يغسلها يعني ما يبقاليش فيها التراس والكل، حاجه اغسل وانتر كما نقولوا. وهذوما زيد المغارف شخت عليهم مغارف لو هكا نحضر فيهم لشهر سيدي رمضان يا ربي يجيبوا على خير ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله مبروك علينا وعليكم على الامه الاسلاميه الكل. سيناج لشهر هذوما معروفين اشهر لشهر يعني اشهر مباركين باهي فيهم الصيام، صيام مين والخميس خاصة والكل ما فيها باس الواحد يسيم والكل. سينو حبيت نوريكم التريكو هذا زيد خذيته شخت عليه ديجا دوبا ما شفت صاحبتي قاعدة تضحك عليا دوبا مريتو يا قلت لها المريول هذا ياسر عجبني وزيد صومه مناسب على الاخر يعني والكل، يجي هيك على جيب ولا حاجة هكا ياسر مزيان، وزيدك الكول اللي فيه والفورير زيد هكا شرحني ولونه ياسر مزيان، ديجا اللون هذايا في الصوف ما عنديش والكل اللي خلاني نشريه. سينو زيد الشارب هذيك خذيت ديجا البودي هذاك، واني ديما نستعمل الشاربات كما تعرفوا لي فام فوالي يعني لازم يساعدونا الشاربات والكل، سينو حتى يعني الفام اللي مش متحجبات يستعملوهم تاع كول هكا والكل ياسر مزيان كوليرو وزيد يدفي على الاخر.
احنا تقعد الدنيا باردة حتى للمارس وحتى افريل يعني، وكل نستحقه دونك مازال يعني والكل. سينو حبيت نوريكم الدودونة هذه ديجا خارج تو، هذايا خارج على الاخر. اني كما قلت لكم شتي كامل ما نخرجش يعني برشا، وبنوتي صغرونا والكل، وسهل ربي حسين خذيت كعيبه هكايا. اون بليس هو ديجا احنا في ايطاليا هوني نجمو نستعملوه كان في الربيع يعني، ما نجموش نلبسوه في الشتاء. في الشتاء كمان يعني الدنيا باردة مش كما في تونس والكل. حسيلو عجبتني على الاخر، كولارها ياسر مزيان. اون بليس ما نحكي لكمش على السوم عاد، ما عادش نحب نقول السوم متعد باش، فما عباد تخدم على رواحها ربي يعينهم الكل. سينو قولوا لي في كومنتير يعجبكم ذوقي اكيد ولا لا، عجبتكم يعني الحاجات اللي نشاركها معاكم، هكاك تشجعوني باش نزيد نصور لكم اكثر فيديوهات والكل. سينو هذوما الدبيشات اللي خذيتهم هاني كيما تراو هكاي، كل مره نختفي قطيعه هكايا هكاك الواحد يحصل عول تشتي كما نقولها، وديما ما نشبعوش يعني، ديما ما قد ما نشري وديما ما عنديش في الاخر. حاسيلو كيما كيفي كيفكم كيما الناس الكل، الحمد لله يا ربي 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 دايومها علينا نعمه يا ربي. وتو يلا نتعدى باش نوريكم طريقه تحضير التارت اللي اسهل منها ما فماش، وزيد حويجه صحيه على الاخر وحويجه بنينه مش نورمال. هوني تو في كسرونه باش ناخو نقلي السبناخ، حطيت شويه زيت باش ناخو شويه سبناخ. اني بالنسبه للسبناخ هوني واخذته كونجيلي يعني، شريته هكاك ديجا مكنجل. سينو من المستحسن تستعملوا السبناخ الورق يعني، تاخذوا حزمه كبيره على خاطر ديجا السبناخ في سعيذوب، وراهو ما عندكمش فكره السبناخ قديش فيه فوائد ليكم ولا لصغاركم لمامو اللي رضعوا انسي يعني الحبال الكل. حاسيلو ما نحكي لكمش السبناخ قديش فيه منافع، وقديش اني ديما رامي تقطعليش من الدار جامي جامي جامي، ديما حتى في الشكشوكه نحطه في اي حاجه. حاسيلو كيما تراو هكايا خليته يذبل مليح مليح لين ذاب والكل. كملت ضفت عليه مغرفه صغيره نتاع ملح، مغرفه صغيره نتاع فلفل اكحل، ومغرفه صغيره نتاع تابل. حتى التابل راهو ينحي الريحه الخايبه نتاع السبناخ الكل، هو السبناخ قوي شويه والكل، سينون كي تحط فيه شويه تابل هكا ينحي له اكل مطعم القوي اللي فيه. تو هوني بعد ما ذبلته مليح مليح كيما تراو ذبلته، كي ذبلوه في الزيت ما يبقاش فيه برشا ماء. هوني عندي شويه زدر نتاع دجاج طيبته هكاكا في 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 الفواح يعني، في شويه كركم وملح وتابل فلفل الاكحل، شويه زدر يعني مش برشا. سينو كان ما عندكمش زدر دجاج نجمو تحطوا حكه طن، اني مره نعملها الطريقه هذه بالطن مره نعملها بالدجاج. كمل ضفت عليها هذايا الباز نتاع التارت بالسبناخ اللي هي الريغوتا، حطيت حكه كامله نتاع ريغوتا. وبالنسبه للسبناخ ما قلت لكم مش بالعين يعني، تنجموا تحطوا 500 غرام هكاك يكفي لكم تكثروا شويه وكهو. وكما ريتو هوني تو دخلت المكونات كل في بعضهم، وباش نضيف شويه جبن رابي. بالنسبه للجبونات كما ديما نقول لكم حطوا في لي تارت في الـ في الـ في التواجن الكل، قد ما تكثروا جبونات قد ما الحاجه تجيكم هكايا قويه ومعزه اكثر والكل. انتم اول حاجه متوفر عندكم في الدار بيان سور. واخر حاجه باش نكمل نضيف كعبتين نتاع عظام، كما تعرفوا التارت يعني ما تتكلفش برشا عظام والكل، عظمتين هكاكا ماكسيموم. نكمل ندخلهم في باقي الخليط، وهذايا ديجا الخليط نتاع التارت. حسيلو جربوه وتفكروا حاجه نافعه على الاخر سوا ليكم ولا لصغاركم، حويجه تعمل 66 كيف. هوني خذيت وحده بات فيتي ورقه يعني ديجا شريتها حاضره. سينو نتوما كان تحبوا الريسيت نتاعها سهله على الاخر وما تتكلف لكمش برشا، بالنسبه للناس اللي تستصعب باش تشريها ولا تلقاها غاليه والكل. اتنخلي لكم الوصفه تحت الفيديو يعني في صندوق الوصف هكاكا تشوفوا الريسيت نتاعها، راهي سهله جست شويه وصعبين لا اكثر ولا اقل. هوني تو بعد ما نقبتها وسمحتها في البلاتو والكل نصب فيها اكل فارس هذاك، وديجا في نفس الوقت نكون سخنت الفرن نتاعي على درجه حرارة 170، ما يكونش قوي برشا الفور باش هكاكا تقعد تطيب عقلها، وكل بات تجينا طايبة بالباهي من الداخل ومن برا. حبيت هكا نزينها بشوية جبن هكايا توابع من الفوق هكا تبدأ مزيانة بعد كيف نطيبها والكل. وفي الاخر اكيد كان تحبوا تعملوا لها رشة زيتون كيما عملت لها اني هكايا، نزيد تعطاها منظر مزيان. وكما تعرفوا العين هي اللي تاكل الحاجة، قدر ماكا ما تشخشخاها وتزينها قد ما تجي خير وخيرين. وسي بون ديجا هذيا التارت نتاعي ديجا حاضره باش ندخلها كيما قلت لكم على درجه حراره 170، نخليها تطيب بين 15 20 دقيقه هكاكا بيان سور انتوما وحسب الفرن نتاعكم وعينكم ميزانكم.
وهذه التارت متاعي بعد ما طابت كما تراو ما شاء الله. ما نحكي لكمش على البنه وما نحكي لكمش على الريحه، حويجه بصراحه تعمل 66 كيف، وزيد جاي هيك شهر سيدي رمضان والكل ويكثر فيه التنويع، هيك هي فكره تنجموا تاخذها. سينون زاده بالحق تحس الماكله هذه متاع الشتاء هيك كما فيه السبناخ، يعني سبناخ تحسوه رزين شويه والكل. سينون بالحق حويجه تعمل 66 كيف ديجا. اني كي نبدا عامله برنامجي باش نخرج والكل، نطيب قبل بزيد بنهار، يعني نطيب بزيد هكاك جوست هكا حبيت نزيد حويجه خفيفه هكا حويجه تدفي القلب. وزيد كما قلت لكم اشفع ونفع لكم وصغيراتكم، بالحق نتمنىكم تجربها وتفكروني بنا عالميه. وتو مبقالي كنقولكم بسلامه، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم فيديو اليوم وصلتكم هكا شويه طاقه ايجابيه. وكما العاده والعويد اللي جربت الريسيت نتاعي نستنى الريتور نتاعكم على الباج انستغرام.